يقول: صليت المغرب في الأتوبيس حفاظا على الوقت، هل يجوز أم تلزم الإعادة؟ متى ستصل إلى مستقرك؟ لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته، أما إذا جاءت الفريضة نزل وصلى. فإذا كان هناك وقت كي تنزل وتصلي ألزمت بذلك، وبالله تعالى التوفيق.